السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إخوان مع المسلمين. صح أخباركم؟ صح طيب، صح العافية، صح حالكم؟ مهجور، وفقك الله ربنا، أمين بإذن الله تعالى. مطلوب أنا أريد منكم الطلب المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله قرآن آية، هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، من بنى الله بيتا في الجنة. الجنة الفردوس زمرة، المسجد من بنى الله بيتا في الجنة. والله أقسم بالله رب الكعبة سريلانكا، يعني محاربة مقاتلة نمور التحرير، والله كارثة مد البحر والسيل. المسجد قبل يعني 10 سنوات تقريبا، والله قرية في بلاد كينيا، ولا أي مكان في موجود. إن شاء الله في أريد منكم المسجد، إن شاء الله يعطون الفقراء والمساكين، ما يقدر يعني خطبة الواضحة، يعني زهمة مرة، يعني صغير المسجد ولا كبير، أنا أريد منكم كبير إن شاء الله. ولا المؤسسة الأسفة الخيرية، سوي قليلا يعني هذا المسجد سوي في يأتي الفقراء والمساكين السريلانكا، أم الطيبين إن شاء الله. لازم بناء المسجد الجنة إن شاء الله. الله يعطيك بالعافية ووفقك الله. أسأل الله يسألنا وإياكم من ترفع درجاتكم في الميزان الحسنات إن شاء الله. شكرا، أفوت عني، سامحتكم إن شاء الله. لازم إن شاء الله مسجد أريد منكم، أوكي إن شاء الله. جزاك الله خيرا، شكرا، صحة العافية، بارك الله لكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم.